لاسوسياسيون ديالنا تخلقات في 24 فبراير 2023 والحمد لله مازال ما كملناش عام. قدرنا اننا نطوروا من لاسوسياسيون ديالنا وقدرنا اننا نبينوا نعرضوا واحد المنتوجات اللي هي كتنال الاعجاب ديال كل الناس اللي كيحضروا معنا لهاد لي زيكسبوزيسيون. دونك هذه التجربه ديالي الاولى في عالم الجمعيات والحمد لله قمت بتمويل هذا المشروع ولقى استحسان الناس كاملين ونجحنا فيه، وان شاء الله العام الجاي غادي يكونوا مشاريع كثار اللي حتى هما غادي يلقاو استحسان كامل الفئات. جمعية إبداع هي جمعية ديال مجموعة من المبدعات اللي هما في الاصل مصممات ازياء اللي بغاو يخرجوا من داك لو كادر ديال تصميم الازياء ويتجهوا للفن من ابوابه الواسعه كما تنقولوا. داكشي علاش خدمنا على لي طابلو بيان سور وخدمنا على لي ميتيا تيسي، وبطبيعه الحال كانوا معنا الناس اللي اون كولابورا افيكو اللي هما يا صناع تقليديين مثل لابوتري الامال، مثل الحاجه فاطمه اللي ساندونا بزاف وعلمونا التقنيات اللي كانوا جديدين علينا. وبطبيعه الحال لا حنا ولا المنخرطين اللي معانا هذه اول اكسبيريونس لينا، واللوحات اللي رسمنا كانوا اول رسمات لينا، ما كانش عندنا خبره من قبل الا في تصميم الازياء. والحمد لله هذا العرض اللي عرضنا لقى استحسان الناس كثار ولقينا المسانده ديال الناس كثار، وان شاء الله من الاحسن الاحسن وكنوعدكم ليديسيون الجايه غتكون احسن من هذه. اما بالنسبه للورشات فهما ورشات ديال صناعه الزرابيب، ورشات ديال لابوتري، وورشات ديال التطريز. الورشات ديالنا بداو من شهر 7 2023، كنتوجهوا بهم للشباب الاطفال، هادشي كله في اطار تقاسم المعارف وتحت شعار التراث للجميع. بطبيعه الحال حنايا لاسوسياسيون ديالنا تخلقات لو بارتاج دو سافوار فير، وبطبيعه الحال هذا لو بارتاج اللي كنديرو كامل كيتعتبر غراتويتير. اون ايسيي في لاسوسياسيون ابداع اون ايسيي لو ماكسيموم اننا نخدموا على التراث المغربي الاصيل وندمجوه مع الخدمه ديالنا اللي هي لو ستيليزم موديليزم، وايضا باش نحببوه للشباب ويطلبوه اكثر ونتقاسموه معاهم بطريقه اللي هي سلسه وسهله. تتعلم هاد التراث بلادي كيفاش نصاوب هتابي وكيفاش نصايب الواحد الكبيره. جيت لجمعيه ابداع باش نتعلم صنع الزرابي ونتعرف على تراث بلادي، وكنشكر جمعيه ابداع والمدى تعلمت نصنع الزرابي ونتعرف على تراث بلادي.